أهلا وسهلا بحضراتكم. ممكن يكون كثير منا سمع عن تجربة روزنهان الشهيرة، وهو المعالج النفسي ديفيد روزنهان، وهو أستاذ في جامعة ستانفورد. وطبعا ده معالج نفسي، وهو وزملائه ادعوا أنهم يسمعوا أصوات وبتوهموا أمور لا أساس لها من الصحة أصلا، ولفوا على المستشفيات النفسية بحيث يعرفوا بالتجربة دي إيه رد فعل الطبيب النفسي. طبعا كان الهدف تجربة واختبار لدكاترة ان هم هيقدروا يميزوا على ان هل هو مريض فعلا ولا بيدعوا المرض من خلال معايير التشخيص المضبوطة، مفروض يعرفه الطبيب يعرف يعني. وطبعا روزنهان عمل تجربة كبيرة ونشرها في مجلات علمية، ان الاطباء كانوا عاجزين عن اكتشاف الادعاءات بتاعتهم، ودخلوا المستشفى فترة طويلة جدا، وطبعا كان تشخيصهم انهم عندهم مرض الفصام سيكوزوفرينيا، وبدأوا يدوم العلاجات والأدوية، وطبعا مع خطورة الأثار الجانبية للأدوية دي، رغم أنهم كانوا يأخذوا الأدوية طبعا يرموها في الحمام يعني. لكن هم حتى نفسهم بعد فترة من احتجاز في المستشفى ما عرفوش يطلعوا، ومنهم قعدوا لغاية 52 يوم محجوز جوه المستشفى، وطبعا تم إساءة تعاملهم جدا في المستشفيات النفسية، وما عرفوش يطلعوا إلا بصعوبة بالغة يعني. طبعا والخلل ده ناتج عشان مفيش أشعات أو تحاليل بنقدر نشخص بيها المرض النفسي، مفيش، وبالتالي بيعتمد كله على رأي الطبيب نفسه، مفيش حاجة بتثبت المرض النفسي، وبالتالي على طول أول حاجة بيعملوها بيروح كاتب لك على طول أدوية، ومن أشهرها طبعا دواء بروزاك اللي عمل قلب كبيرة قوي في موضوع الطب النفسي من زمان يعني. وطبعا الأدوية كلها كيميائية وليها تأثير جانبي خطير جدا على المدى الطويل، أو بيعتمد طبعا على جلسات الكهرباء، ودي أخطر من الأدوية نفسها يعني. وطبعا نتيجة إن المشكلة الكبيرة في الأطباء النفسيين إن في مصدر أساسي للخلل في كيمياء المخ هما مش واخدين بالهم منه، اللي هو بيسموه الأعراض أو الأمراض الروحانية. والأمراض الروحانية عموما ممكن نصنفها عدة تصنيفات كثيرة جدا، وممكن تلاقي ان العرض الواحد عرض واحد، لكن نتيجه السبب بتاعه بتبقى عده اسباب، واحد من الاسباب كتير قوي. ممكن يكون المس الشيطاني، ممكن يكون السحر، والسحر انواع كتيره جدا، ومنها الضرب بالنجوم، ومنها السحر الكيميائي، او ممكن يكون حسد، وده طبعا علاجه مختلف خالص عن الباقين، او يكون القرين، وده شيء ملازم للانسان على طول ما بيروحش منه، او يكون مشاكل الحبل السري الروحاني، أو يكون برضو خلل في كيمياء المخ. يعني العرض الواحد ممكن يكون ليه يعني أسباب كتيرة قوي مختلفة، ده أو ده، كل واحد ليه طريقة علاج مختلفة خالص يعني عن التاني. لكن طبعا لو صنفنا الأمراض النفسية هم بيصنفوها يا إما اكتئاب، يا إما فصام، يا إما الاضطراب ثنائي القطب، وعلى طول بيبدأوا بكتابة العقاقير النفسية وأثارها الجانبية المعروفة. طبعا ده مافيا من شركات الأدوية بتسعى لترسيخ هذه المفاهيم، وفي صراع قديم طبعا بين الطب النفسي والمعالج النفسي وبين المعالج الروحاني او المدرسه الروحانيه، وعمرهم ما تقابلوا مع بعض يعني، لا ده بيعترف بده ولا ده بيعترف بده. ولعل اشهر قضيه جسدت هذا الصراع قضيه ايميلي روز اللي جسدتها السينما الامريكيه، او أليس ماشيل الاسم الحقيقي لها، وبتحكي الصراع اللي دار في اروقه المحاكم بعد ما اتهموا الأب الكاثوليكي بأنه مسؤول عن موت المراهقة، عشان هو يعني قال لها ما تاخدش الأدوية النفسية، وأنها تخضع لمحاولات طرد الشياطين اللي هو عملها ليها يعني. فاتهموه أنه هو مسؤول عن وفاتها، ودار هذا الصراع في المحكمة هل هو مذنب أم لا. ودارت طبعا الآراء المختلفة بين الطب النفسي وبين العلاج الروحاني في المحكمة، وأصبحت أنليس بمثابة القديسة في نظر الكثيرين، وأصبح قبرها مزاراً لكثير من زوار حتى اليوم. التشخيص الصحيح لسبب المرض هو نصف العلاج، يعني المرض ده أو العرض ده نتيجة ايه بالظبط، هو ده نص العلاج. ومفروض طبعاً يكون المعالج ملم بعلمي الطب النفسي والعلاج الروحاني في آن واحد، لكن طبعاً ده مش موجود، أو حتى يتعاونوا، وده برضو مش موجود للأسف. في أكاديميات كثيرة في المغرب بتعلم العلاج الروحاني، ودي أكاديمية شرعية وبتبقى 3 سنين داخلية،
وبتعتمد على العلاج الشرعي، ولازم يكون الطالب طبعا ابتداء حافظ القرآن الكريم كله يعني. من اليوم اختبارات نفسية ما بيدخلوش أي حد في الأكاديمية دي، ودي سعرها غالي جدا. وفي أكاديميات برضو بتعالج السحر بالسحر، وده طبعا منهي عنه شرعا يعني. وبرضو في معالجين بيستعينوا بالجن، ويجوز الاستعانة بالجن المسلم على رأي بعض الفقهاء يعني، وبعضهم طبعا قال لا يجوز. الموضوعات دي كلها طبعا فقهية، وممكن نبقى نستفيض فيها هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم أم لا. وعموما هي رحلة طويلة، ونتطرق فيها لكافة هذه الموضوعات، وإزاي التشخيص وإيه طرق العلاج لكل حاجة. لو مهتم بالتفاصيل دي اضغط على ليرن مور، وهنتابع معاكم إن شاء الله، ونشوفكم على خير.